السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: تداعيات حل الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه. 103 سنوات مرت من عمر الجيش العراقي، هذه المؤسسة العريقة اللي كتب جنودها تاريخها بأحرف من ذهب، وسقت دماء شهدائها أرض الوطن وجيران العرب دفاعا عن العراق والمنطقة العربية من خطر إيران والغرب. تاريخ حافل بالإنجازات والانتصارات اللي يفخر بها أبناء الوطن، فهو اللي ساهم بالحروب العربية ضد الكيان الصهيوني وقدم الشهداء، وهو اللي شارك بالانتصار العربي على الصهاينة في حرب 73، وهو اللي هزم إيران في الثمانينات وحمل البوابة الشرقية من شر خميني وأتباعه ل24 سنة. كل ما ذكرته من مناقب كان عن المؤسسة العريقة اللي تأسست في 1921 ولغاية 2003، وليس عن هذا الكيان الهزيل الهجين المشوه اللي أسس الاحتلال الأمريكي على أسس طائفية بعد 2003، وهو جيش حكومات ما بعد الاحتلال. هذه التشكيلات المشتتة فاقدة العقيدة اللي وقفت بجانب الحاكم ضد الشعب وسمحت للإرهاب أن يحتل ثلث العراق بسبب خيانة قياداته، وهو اللي سلم البلد لتحكم ميليشيات لا تعترف بالقانون ولا يقل إرهابها عن إرهاب داعش. حديثنا اليوم مشاهدينا الكرام عن تداعيات حل الجيش العراقي، وكيف تحول من مؤسسة منظمة ذات عقيدة إلى هذه المؤسسة الهزيلة الطائفية اللي دي نشوفها اليوم. كيف ترون أداء جيش بعد 2003، وشلون أثر قرار حل الجيش العراقي السابق على الوضع الأمني بالبلد؟ ننتظر مشاركات حضراتكم مشاهدينا الكرام من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة لإبداء الرأي بالوضع الأمني في العراق بعد حل الجيش العراقي السابق والإتيان بهذه النماذج، الخليط الهجين المشوه مثل ما وصفنا في بداية الحلقة لتشكيلات ما معروف هي منه، ما معروف ولاها لمن، وبني هذا الجيش باعتراف الأمريكان وباعتراف من هم في داخل العراق، بني وأسس على أسس طائفية. هذه المؤسسة اللي هي من المفترض أن تكون حيادية، هدفها حماية حدود الوطن وحماية الشعب في الداخل، لكن لم تقم بأي من هذه الوظائف المنوطة بها. بالعكس، احنا اليوم بدنا نشوف الجيش يقف مع الحكومة ضد الشعب، يقف مع الأحزاب والميليشيات ضد الشعب، أصبح أداة لدى الأحزاب ولدى زعماء الميليشيات ولدى رؤساء الوزراء السابقين والحاليين في سبيل قمع الشعب وإسكاته وقمع كل صوت يطالب بتعديل الوضع للمسار الصحيح. لا، احنا اليوم عندنا مؤسسة هدفها حماية زعماء الأحزاب بإدخال المخدرات إلى البلد، بالسماح بفوضى السلاح المنتشر اليوم وتبعاته وتداعياته وانعكاساته على المجتمع العراقي. بدنا نشوف مؤسسة لا تقوم بدورها الصحيح المنوط بها من 2003 إلى اليوم، لم تقم أصلا بهذا الدور، لم تحمي حدود العراق من خطر الإرهاب، لم تحمي العراق من الداخل والعراقيين من خطر الميليشيات، واليوم البلد أصبح غابة مثل ما توصف أحزاب العملية السياسية. خلونا بالبداية نشوف هذا التقرير الإنفوغرافيك مشاهدينا الكرام اللي يستعرض جوانب من تاريخ الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه، ثم نعود. Thank you.
تابعتم مشاهدينا الكرام الانفوغرافيك اللي تحدث عن تاريخ الجيش العراقي وصولا إلى المرحلة المظلمة من تاريخ هذه المؤسسة العريقة اللي تشكلت هذه مثل ما ذكر الانفوغرافيك هذا المولود اللي ولد من رحم الاحتلال اللي هي المؤسسة أو الجيش اللي إجا بعد 2003. ويانا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب، حياك الله. أبو زينب بس بلا زحمة لو تنص صوت التلفزيون حتى لا يصير صدى صوت. لا منصي. تفضل حياك الله. والله بالنسبة يعني هو الجيش العراقي هو من أعرق الجيوش بالوطن العربي والعالم. نعم. ومن الجيوش القلائل المحترمة بالكرة الأرضية. ومرة سألوا أدولف هتلر قالوا له شنو الجيش المثالي بنظرك، يعني شلون تكونه؟ قالهم من ضابط بريطاني وجندي عراقي، لان الضابط البريطاني بارد الاعصاب يقدر يفكر ويخطط، والجندي العراقي شجاع مقدام يقتحم. طيب الان احنا عندنا الولاء، يعني سابقا نعرفه من احنا اطفال الى حد قريب انه الجيش العراقي هو سور البلد الحصين وسور الشعب، وانه مثل ما كان قبل نردد الجيش سور للوطن، الان الجيش سور ليس للوطن، لا هو ولا الشرطه ولا القوات الامنيه ولا ابد، المن لعد المن، وانما ولاءات للخارج وولاء يعني قبل الولاء للوطن وليس. طيب هو سور اليوم، هو اول يوم سور لحمايه من يا ابو زينب؟ لحماية السلطة والأحزاب الحاكمة، وهم شارطين أنه القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة أن يكونون بشرط يعني ما منتمين إلى أي كتلة أو أي حزب، الانتماء فقط للبدلة العسكرية والقسم اللي قسمه بحماية الوطن. لكن مع الأسف نلقى أنه يصير تداخلات وقام يجوك من الاحزاب. بول بريمر ابو زينب، بول بريمر شو يقول؟ يقول اني ندمان انه اتخذت قرار حل الجيش، لو يرجع بي الزمن ما راح اكرر هذه الخطوه اللي اتخذتها. هذا التصريح اللي صدر من بول بريمر بخصوص حل الجيش، يعني شي يبني او شي يعكس بناء على تصريح بول بريمر؟ يعني هو اللي يشوف ان الوضع يبدو انه اتجه باتجاه سيء بالنسبه لهذه المؤسسه العسكريه ولذلك يشعر بالندم، لو دا يشوف بانه الولاء كانت امريكا تسعى الى تاسيس مؤسسه ولاها لامريكا صار ولاها لايران، شنو السبب برايك او تفسيرك لهذا التصريح؟ طبعا هو الولاء في كل الاحوال بعد 2003 اصبح مو للعراق، اصبح لعدد من الدول الأجنبية والعربية وخاصة دول المنطقة المحيطة بالعراق وبالذات إيران، لأن هذول الأحزاب المنبثقة من عندهم هم أصحاب القرار، فلا حرية ولا ديمقراطية ولا هاي الكلاوات الفارغة اللي جونا بيها. فالجيش العراقي السابق على الأقل هو جيش مبدئي، جيش حرفي حقيقي، يعني مو جيش الان اصبح 60 جيش ميليشيات ما تعرف ولاء المن، ما تعرف حتى يعني نوع تسليحه والا عملياته. يعني قبل واكبر جريمه مو فقط حل الجيش العراقي،
وإنما إلغاء التجنيد الإجباري. التجنيد الإجباري كان يحسسك فعلا بالانتماء إلى الوطن بغض النظر عن من يحكمك. الإمام علي عليه السلام يقول اخشوشنوا فإن الترف يزيد النعم. الآن قضوا لك على الشباب العراقي بالمخدرات وبالأشياء هاي التافهة، يعني تلقاهم أشبه بالمخنثين أو كثير منهم مخنثين، يعني تشوف هذا من تقعده بالثنتين بالليل وتمشي فد 6 أو 10 كيلومترات وتوديه وتقعده وتطير النوم من عينه وتقول له وين النجم القطبي، هذا يصير آدمي. طيب أنا أشكرك أبو زينب، شكرا جزيلا. شبرين مدى ثلاثة. شكرا أبو زينب، ونقطة صراحة مهمة راح نتناقش بها بعد شوية، الجزء المتعلق بالتجنيد الإلزامي، لكن خلونا نسمع رأي السيد أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، أول قرار اتخذه جيش الاحتلال بحل الجيش العراقي السابق هو طبعا قرار مدروس وقرار تفوح منه رائحة الطائفية وتفوح منه رائحة الخيانة. أول ما أو إلى هذا البلد أول إجراءاتهم هو تدمير الجيش الذي كان رابعا على مستوى العالم، وتدمير الجيش الذي أغلق أفواه إيران. وما شعر العراقيون بقيمة الجيش العراقي السابق إلا بعدما فقدوه ورأوا أن إيران قد اتخذت العراق مزرعة لها تزرع فيه ما تشاء. الجيش العراقي السابق كان على رغم المساوئ كان جيشا قويا، كان جيشا ثورا للوطن، كان ينبذ الطائفية ويرفض الإساءة لأي رمز ديني مهما كان معتقده. تعال إلى الجيش اليوم الذي أصبح جيشا طائفيا. أصلا لم يكن هناك تطرق لهذه الجوانب سيد أبو سمية، يعني احنا سألنا ضباط وسألنا اشخاص انتموا للمؤسسة العسكرية من افراد الوطن، لا يوجد اصلا ذكر لا المذهب لا الدين لا الطائفة، ماكو هذه الجوانب، الوطن فقط. سيد الكريم، انا ممن خدم في الجيش العراقي السابق. لا يسمح بذكر الطائفة داخل الجيش، الكل يخدم الوطن. اما اليوم فهناك محاولة لزعزعة التوازن الطائفي داخل هذا الجيش، وهناك إساءة لكثير من الرموز الدينية داخل هذا الجيش، والذي يتكلم ربما قد يدخل في مشكلة عظيمة. سيد الكريم، أصبح جيشنا اليوم مهزلة يشهدها العالم، جيش ميليشياوي، جيش قد ملئ بالمخدرات، جيش قد ملئ بالفساد. ونقول لكل حاقد ولكل عميل ولكل متخاذل فقدنا شيئا لم نكن نشعر بقيمته، ألا وهو أن الجيش السابق قد أغلق فم إيران، وعندما ذهب الجيش السابق قد ابتلعت إيران العراق ويعيش الجيش العراقي السابق. وشكرا للبرنامج. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. خلونا نشوف ونستمع لهذا التقرير مشاهدينا الكرام، اللي أيضا يذكر جوانب بشكل مفصل أكثر ربما من الانفوغرافيك عن تاريخ الجيش العراقي السابق اللي تأسس من 1921 لغاية 2003، والمولود المشوه اللي خرج من رحم الاحتلال من 2003 إلى اليوم اللي يسمى الجيش الحالي. خلونا نشوف ونرجع. هتاف يختصر المشهد برمته، فالعراق تحديدا في ذكرى 6 من كانون الثاني، ذلك التاريخ الذي يفتح للعراقيين نافذة لتعود بهم إلى أكثر من قرن، حينما تأسس الجيش العراقي ليكون حصنا للوطن ودرعه ضد من يحاولون العبث بأمنه ونهب ثرواته. لعقود من الزمن حمل الجيش العراقي راية حماية البلاد، فخاض حروبا ودافع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية ولا سيما القضية الفلسطينية، حيث خاض عدة حروب دفاعا عن فلسطين، كما عاصر حكومات مختلفة حتى أصبح رقما صعبا في المعادلة الإقليمية والمحلية، وصك أمان للحفاظ على سيادة العراق ووحدته
حتى جاء اليوم المشؤوم حينما أعلن رئيس سلطة الاحتلال بول بريمر حل الجيش العراقي بعد الغزو الأمريكي مباشرة. بعد عام 2003 تشكل جيش جديد يفتقد العقيدة القتالية والأسس المهنية ولا علاقة له بالجيش العراقي، إذ دمجت فيه الميليشيات سواء التي تشكلت في إيران وقاتلته في خنادق الجيش الإيراني مثل ميليشيا بدر أو التي تشكلت لاحقاً. تفكيك الجيش العراقي وحله لم يكن بدافع الانتقام منه ومن مواقفه فحسب، وإنما لفسح المجال لتمرير المخطط الطائفي التدميري عبر الأدوات الميليشياوية والأحزاب الفاسدة. وكان أبرز المخططين لهذه العملية نور المالكي، الذي خشي انقلابا محتملا إن اهتم بإعادة تأسيس جيش حقيقي، فعمد إلى تأسيس قوة موازية استخدمها لمهاجمة معارضيه وترهيب كبار المنتقدين. نجحت الأحزاب في إضعاف الجيش العراقي من خلال إهماله، فتآكلت قوته وتراجعت معنوياته، كما ضربه الفساد من كل جانب، حتى أن الجيش بات محض تجارة رابحة لكبار الضباط والعسكريين. مقابل ذلك أصبحت القوى الموازية للجيش التقليدي أو ما تبقى منه كياناً مستقلاً، مهمته حماية العملية السياسية وضمان استمرارها في استنساخ مشابه لتجربة النظام الإيراني الذي أسس الحرس الثوري لضمان حمايته. اليوم يفتقد العراقيون جيشهم الذي يحتاجون إليه كلما رأوا سيطرة لميليشيا مسلحة أو سلاحاً منفلتاً أو قوى أجنبية تعيث فساداً بأرضهم. اللقطات الأخيرة لمحمد الشيع السوداني هو دا يسلم على هذه المجموعة، فتشكيلة غريبة عجيبة، زعماء ميليشيات معممين، ضباط بالجيش، وزير الداخلية، ما تعرف يعني ما تفهم شنو اللي موجود بهذا الصف. هل هم ذولا يمثلون المؤسسة العسكرية؟ هل يمثلون الشرطة؟ يعني شنو ذولا؟ منو ذولا؟ أبو فدك وغير أبو فدك، مجموعة من الميليشياويين وزعماء الميليشيات جنبا إلى جنب مع ضباط في الجيش اللي المفروض يطبقون الأمن والقانون ويحمون البلد من خطر الميليشيات. هذا هو الشكل الجديد للمؤسسة الأمنية والعسكرية اللي أوجدها الاحتلال ورعتها وغذتها إيران بالفكر الطائفي وجزئتها من الداخل ونشرت الفساد بين صفوف قياداته، واللي تحول اليوم إلى هذا الشكل اللي دا تشوفه. مؤسسة وظيفتها وهدفها حماية النظام السياسي في العراق، مثل ما قال عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش السابق، اللي راح نعرض تصريح الآن، راح نشوف تصريح عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش السابق، الجيش الحالي سابقا، تمام، يتكلم ويقول بأنه كان حل الجيش العراقي السابق خطأ قد ارتكب بنسبة 100%. خلينا نشوف ايش قال عثمان الغانمي ونرجع. قرار حل الجيش كان قرار خاطئ 100%. التشكيل كان خطأ جدا. شلون؟ كان مبني على أسس طائفية مناطقية وقومية. أنا حقيقة من صار داعش لدى نحرك لنا فوج يطلع مظاهرة، قال يعني تريد حركة من الجنوب للشمال يترك سلاحه ويروح. هذا كلام شخص إلى تصريح سابق عثمان الغانمي، لكي لا ننسى هذا الشخص اللي يتحدث اليوم عن أنه المؤسسة العسكرية تأسست على أسس طائفية بعد 2003، جيش بلا عقيدة تؤمر القيادات بالتحرك من الجنوب إلى الشمال، يتظاهر يترك سلاحه ويتظاهر يهرب. هذا الجيش الهزيل الجبان هو الجيش اللي أسس الاحتلال حتى تبقى القوة للميليشيات وللأحزاب حتى تدير شؤون البلد الأمنية. عثمان الغانمي مش قال في تصريح سابق، قال نحن وجدنا لحماية النظام السياسي في العراق. هذا عثمان الغانمي اللي يتكلم الآن بأنه هذه المؤسسة طائفية وأسست على هذه الأسس المناطقية والقومية والطائفية وغيرها، قال بأنه هو موجود، هو
وبقية أفراد هاي المؤسسة لحماية النظام السياسي، لم يقل لحماية العراق، لم يقل لحماية الشعب العراقي، بل لحماية النظام السياسي. خلونا نسمع رأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، تحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. كل الهنا. والبداية أحب أقول أنه الرحمة والخلود لشهداء وضباط جيشنا منذ تأسيسه ولحد دخول الأمريكان واحتلال الأمريكان على العراق. نعم. والخزي والعار لأمريكا وإيران. أستاذ محمد، إحنا نعرف الجيش العراقي منذ تأسيس 1921 ولحد 2003، يعني نرجعها كلها انتصارات وكلها أنه كان ناس يعني رجال، يعني نقدر نقول عليهم ولاهم الوطنهم ولاهم الشعبهم، كان جيش يعني الخدمة الإلزامية أنه تشمل كافة أبناء الشعب العراقي وليس من طائفة واحدة. كان يعني انتصاراته نعرف، دخل الكويت حررها، دخل إيران من دخل إلى أعماق الإيرانية، دخل وصل القوم، حرب مع إسرائيل، مع العفو مع سوريا ومع صهاينة، يعني حروب يعني أجدادنا نقدر نقول نستذكر بها مثل ما قبل شوية استذكرته، لأنه إلى يعني انتصارات كبيرة حققها يعني للشعب. طيب شلون تحول الوضع بعد حل الجيش في 2003 يا أبو عمر؟ شلون صار وضع العراق الأمني؟ أستاذ، وضع الأمني لأنه كان كل الحكومات اللي تحكم العراق قبل 2003، يعني من 1921 والتحد 2003، يعني كلهم كانوا يمثلون حب العراقيين للجيش العراقي وحبهم لوطنهم، حبهم لها. كل حكومة حكمت العراق قبل 2003 ولحد الآن كان هذا النظام الجيش يعني شعلة من النار، ما ممكن إخماده، ما ممكن انطفائه، ما ممكن حله. ليش؟ لأنه إلى يعني ناسه ولا قياداته. طيب ولا أبو عمر، بس جاوبني يعني على سؤالي لو سمحت. بعد 2003، نعم، لما تم حل الجيش السابق وتشكيل هذا الجيش اللي تأسس على أسس طائفية، يعني الولاء للمذهب، الولاء للحزب، الولاء للمعمم قبل لا يكون الولاء للوطن، وأصلا قد ما يكون أصلا أكو ولاء للوطن في ظل اللي نشوفه اليوم، شلون أثر حل الجيش السابق والتشكيل الجيش الحالي على وضع العراق الأمني؟ أستاذ محمد، حل لأنه الناس اللي جوي من برا من أحزاب السلطة، نعرف المالكي وهادي العامري وكلهم هذول الأحزاب، خوفوا من الجيش العراقي، خوفوا من الضباط، خوفهم من ناس يعني قادة، يعني لو خوف عندهم ما كان انه حلوا الجيش العراقي بوجود انه على طلع عليه البرايمال وغيره. هذا المفروض انه تندمت عليه امريكا. ليش؟ لانه اعطى للاحزاب وللهاي السلطه اللي حكمت العراقيين اللي دمارهم، لان لو كان عندنا الجيش العراقي التابع بقادته وضباطه ما قدروا لا يكونون لا الحشد ولا. طيب انا عندي سؤال حتى اوصل لحضرتك بشكل اوضح. انت اليوم مواطن عراقي في الداخل، هل تشعر بانه عندك جيش يحميك، واقف ورا ظهرك، يحميك من خطر الميليشيات، يحميك من خطر تجار المخدرات، يحميك من خطر السلاح المنفلت؟ عندك اليوم شعور بالامان انت كمواطن عراقي بالداخل عندما تنظر الى هؤلاء اللي يرتدون الزي العسكري اليوم بالشوارع؟ أستاذ محمد، احتراماتي لجيشنا وناسنا الوطنيين. إحنا ما صار عندنا أمان وما صار عندنا اهتمام بالجيش. ليش؟ لأنه عندنا ناس ضباط وناس قادة تابعة للأحزاب وناس تابعة للتيار. هذول ما لهم يعني يعلمون الجيش، يعني ما لهم يعني حب للوطن، ما لهم حب للشعب. هم كلهم يشتغلون من أجل مصالح حماية الأحزاب، من أجل مصالح حماية هاي الأحزاب اللي قياداتهم وزعمائهم. بس لا، من يحكمون للشعب انه لازم يكون الا نظامه وانه يدافعون عن الشعب، هاي ما ممكن. ونشوف ساحات التظاهرات اللي صارت، ما حموا المتظاهرين، ما حموا الناشطين، كلهم كانوا ضدهم امام هذه الاحزاب. وكيف كانوا يقتلون يعني من تدخل هاي سلطه الاحزاب الى ساحات التظاهر؟ ويا ريت لو كانوا على الاقل يعني واقفين طرف حياد. لا، هم شالوا سلاحهم وقتلوا أبناء العراق، قتلوا أبناء بلدهم، قتلوا إخوانهم وأقربائهم وأصدقائهم بفضل البنية الرخوة اللي تأسس عليها هذا الجيش. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك. أسسوا لجيش بلا عقيدة، جيش ولاء
للأفراد، ولاء لزعماء ميليشيات، ولاء للغير، وليس له ولاء للوطن. هذا اللي تأسس، اللي صار بثورة تشرين، واللي صار ب 25 شباط في 2011، واللي سواه المالكي باستخدام هذا الجيش والقوات الأمنية في 2013 على المحافظات المنتفضة، واللي صار بثورة تشرين مثل ما قلنا، وطبعا غيرها مواقف اللي صار في البصرة ب 2018 وغيرها قضايا كثيرة، تؤكد بأن هذا الجيش جيش بلا عقيدة، جيش بلا انتماء لهذا الوطن. أفراده وقياداته ولائهم للحزب الفلاني، ولائهم للمعمم الفلاني. يعني أنتم تتذكرون يمكن اللقطة اللي لما دخل مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء، جاء أحد الضباط برتبة عالية قبل كتف مقتدى الصدر باسة من إيده، باس زعيم ميليشيا. تخيلوا حال وشكل المؤسسة العسكرية في العراق شلون وصلت. المفروض أنه هؤلاء الضباط بجنودهم يطبقون القانون على زعماء الميليشيات، يحاربوهم، يمنعون خطرهم من الوصول إلى العراقيين. لا، إحنا الوضع بالعراق عندنا بالعكس، زعيم الميليشيا اليوم هو اللي يسير القطاعات العسكرية، هو اللي يحرك الألوية والفرق، هو اللي يؤمر الضباط بالرتب العالية، هو اللي يؤمر وينهي في وزارة الدفاع والداخلية. وزارة الدفاع طبعا بشكل أهم. عندنا اتصال، السيدة أم ياسمين من البصرة، تفضل يا أم ياسمين. الحمد لله والشكر لله، بسم الله الرحمن الرحيم. هي هذه اللعبة كانت مقصودة، نعم، من دخلت أمريكا مقصودة على ذلة الشعب العراقي، هو بتفتيت الجيش، بحل الجيش، لأن يعني هو كان جيش إلى هيبة وسيادة، والبلد إذا ما إلى سيادة وطن جيش وعلم مرفوع باسم العلم العراقي فيكون ذليل، فاستغلوه الدول بالميليشيات المصالحهم، مصالحهم سرقة خيرات البلد وعدم احترام. أول ما جعلوا هي الفتنة الطائفية تنتشر بالبلد، مع أن احنا بلد من شمال إلى الجنوب، من الأكراد إلى العرب، مع بعض كلتنا متساوين، فبلد بدون جيش راح يضعف. خلوا لهم ميليشيات، هذول الميليشيات استفادوا، استفادوا برواتب من كل دول، من كل دول، ترى لا تقول لي يعني البلد إذا ما إلى سيادة وما إلى جيش واحد موحد بهوية وتدريب إصلاح، تدريب يعني عادل، هسه لا، فوضوية، السلاح المنفلت، تجارة المخدرات، أين كان سابقا تدخل لنا مخدرات؟ ماكو، مفتوحة. كان الإنسان يحترم بلده، لأن هو البلد يحترم الشعب. هل كان ليدخل داعش وتدخل المخدرات وتدخل إيران وغير إيران؟ لا، لو وجد لا. جيش عراقي يحمي الحدود؟ الحدود أي، أنا أتمنى يعني هسه السوداني هو مثل الإنسان اللي هتشي رخيص، رخيص، يخاف يحكي ويتكلم ويفرض هيمنة القانون على الشعب، ما يقدر يحكي. أنا قاعد أشوفه، أتمنى يعني هي أمريكا اللي دخلت، أتمنى يرجعون الجيش وهيبته. أول ما يصدر قانون جيش عادل يرجع الجيش، اللي عندهم شهادات، الهاب يريد يتطوع، ليش هسه يطلعون يقولوا احنا نريد نتطوع، ما خلوا أوراقنا ولحد الآن تعيين ماكو بالجيش؟ طيب سيدة أم ياسمين، من سخريات القدر اليوم أن واحد مثل هادي العامري، نعم، ولا غيره من هاي الشخصيات اللي حملت السلاح وقتلت أبناء البلد من الجيش العراقي السابق، قتلت السني وقتلت الشيعي وقتلت المسيحي والكردي، ذولا اليوم يتكلمون ويهنئون العراقيين بعيد الجيش. يعني شلون زمن أنه يخلي ذولا الميليشياويين مثل هادي العامري وربعة اللي كانوا يقتلون العراقيين في السابق يهنئون بعيد الجيش اليوم؟ الأعداء الخونة اللي كانوا واقفين مع الإيراني لقتل ابن البلد اليوم رافعين العلم العراقي ويتكلمون بالوطنية. وهي ماكو هاي الدولة الإيرانية، هي تريد تنتقم من العراق، ترجع ما مضى الحرب اللي سدى بين العراق وإيران، تنتقم منهم. أهم شيء نجحت على عملية الفتنة الطائفية خالص. طيب، هو لو أكو جيش يرجع، نعم، كان ما وصل بينا هالشيء. صحيح، أنا أشكرك سيدة أم ياسمين، شكرا جزيلا لحضرتك. لو كان أكو جيش عراقي صاحب عقيدة وولاء للوطن والشعب، بعيدا عن الانتماءات، بعيدا عن الحاكم، ولاء للوطن فقط، لما شفنا
هاي النماذج اليوم الشيخ الفلاني وسيد فلاني والقائد الفلاني اللي صاروا رموز بروس العراقيين وصعدوا على اشتاف الناس بالقصص الخرافية وسرقة انتصارات غيرهم وإنجازات غيرهم من المقاومة العراقية، صاروا اليوم قيادات، صاروا اليوم رموز في هذا البلد لدى البعض، وصاروا اليوم هم الوطنيين اللي هنؤون بعيد الجيش، وهم اللي انتهكوا سيادته، وهم اللي دمروا هالمؤسسة العسكرية وأهانوا الضباط وأهانوا المنتسبين والجنود وقللوا من قيمة هذه المؤسسة العريقة، يحتفلون اليوم ويهنؤون بمرور 103 سنوات على تأسيس الجيش العراقي، وإحنا اليوم هاي المؤسسة الهزيلة واحدة من أسوأ القوات العسكرية الموجودة في المنطقة وربما في العالم. ويانا أبو كاظم من البصرة، تفضل يا أبو كاظم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شكركم منكر هذا القناة المباركة. أهلا وسهلا يا أبو كاظم، كل الهلا. أستاذ العزيز، حول الجيش العراقي. نعم. تاريخ مشرف طبعا في معركة الفلسطينيين أخواننا ضد الاحتلال الصهيوني. نعم. تاريخ مشرف، ولكن اختلف وياك بفقرة لو داخل المخرج يعني يبقي لا يقطع الخط. لا 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 ماكو، طالما الكلام بضمن نطاق الأدب والاحترام. أشكركم طبعا الاتصال من عندكم مجانا، أشكركم أنا، بارك الله بكم. كل الهلا يا أبو كاظم، تفضل. حاليا أنا من البصرة سابقا بالعمارة، ولكن الجيش العراقي من بعد الانتفاضة تحول إلى جيش يعني معادي للشعب. شلون؟ نعم، كان يهجم علينا في المناطق، أنا من سكان الأهوار سابقا طبعا. نعم طبعا، ولا يرحم لا امرأة ولا طفل. طيب. لوجه الله الحجي، وأنا قاعد أخابر لك، أنا إنسان مؤذن وقارئ قرآن، لوجه الله الحالة اللي صارت وأنا بمحافظة العمارة. نعم نعم، وبعد 2003 دومت بالجيش العراقي، أفصل لك تفصيل، بفرقة 14 البصرة. وجوا القادة السابقين، مو أنت قلت الجيش العراقي انحل نفس الضباط السابقين، أمر لواء 52 ما أريد يعني أذكر لك أسماء، ممكن أحرجك. طيب. يعني هو مشكلة. طيب تفضل. يعني إجانا ضابط، ضابط إجانا أمر فوج لا يحترم جندي من يعني من الجيش السابق، ما أقول النظام السابق، من أخواننا يعني من جيشنا السابق. وداومت أنا وياهم طبعا، لا يحترم جندي، الأرزاق مسروقة. يعني فوضى. نعم. يعني فإحنا دربني والبريطاني. يعني طيب. البريطاني شغلهم منظم. عندي 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 سؤال مسروقة. عندي سؤال لحضرتك، وراح نتناقش أنا وأنت. نعم. أبو سيد أبو كاظم باللي ذكرته. تفضل. أولا هل أصابع إيدك سوى؟ صحيح كلامك، صحيح. تمام. إذا نحن عدنا حتى المؤسسات اللي تأسست، المؤسسة العسكرية العراقية من 1921 لل 2003 مو ملائكة. نعم. كان بيهم ضباط فاسدين، كان بيهم ضباط بلا ضمير، قسوة، جشع، طمع، استغلوا ظروف البلد في لحظات عصيبة حتى يحققون مطامعهم الشخصية، وكانكوا هاي النماذج. والفترة ربما فترة التسعينات وفترة الحصار هي واللي خادمين بالمؤسسة العسكرية العراقية بذلك الوقت يأكدون هذا الكلام، صارت اكو سرقات، صارت اكو نفوس ضعيفة، لكن مقدارهم وعددهم شنو بالنسبة للمؤسسة العريقة، لمؤسسة الجيش العراقي قبل 2003؟ نسبة ضئيلة جدا يا أبو كاظم، ما نقدر نعممها على المؤسسة صاحبة العقيدة والولاء اللي حمتك وحمت أبوك وجدك وأبويا وجدي من خطر إيران، من خطر الأمريكان، حمتنا لسنين طويلة من أخطار كثيرة وحافظت على أرواح الناس قدر المستطاع. تمام؟ نعم أستاذ، نعم أستاذ. أريد ولكن يعني أيه؟ أول تحول مع النظام حزب البعث، يعني ما بقى جيش مستقل. طيب. أستاذ محمد، هاي الجزئية اللي مغلوطة اليوم عند البعض اللي يقولون ويحاولون يلزقون الجيش السابق اللي هو في فترة صدام حسين، يلزقوا بصدام حسين ويقولون هذا جيش البعث. سيد أبو كاظم، المؤسسة العسكرية العراقية اللي تأسست من سنة 21 إلى غاية 79 لما استلم صدام حسين الحكم، هاي المؤسسة يعني بال 21 صدام حسين ما كان بعد جاي للدنيا، تمام؟ اللي أسس هذه الأرضية وبنى هذه المؤسسة ذات العقيدة من العهد الملكي مرورا بالجمهورية، تمام؟ يعني أكو تأسيس سابق، أكو تأسيس على وفق نظام مهني، وفق عقيدة، وفق روح قتالية، حب للوطن، غرزوا وزرعوا في قلوب المقاتلين والضباط مبدأ الوطن أولا
ومرت السنين، لكن احنا لما صار الاحتلال بال 2003 وفلشوا هاي المؤسسه اللي عمرها عشرات السنوات وبنوا مؤسسه طائفيه باعترافهم، ما بقى اكو لا ولاء للوطن لا حمايه للحدود، وشفت الوضع انت بدك تشوف. صحيح صحيح كلامك صحيح. تفضل. ولكن يعني بالقرآن الكريم الجيش العراقي يعني العفو الجيش العراقي يعني تحول الى طاعه الظالم، وبالقرآن الكريم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، تحول الى بحث يعني احكي لك على العماره يعني محافظتي. طيب. يعني قصف بطارات الهليكوبتر، ماكو رحم يعني بالناس، يطبق المعارض مع الانسان البريء. هذا اللي شفته انا طبعا للامانه احكي لك. نعم. ارجع واقول لك لا يخلو اي مؤسسه، لا تخلو اي مؤسسه من الاخطاء، لكن احنا لما نجي نقول نعم. بأنه قبل 2003 كانت حدودك محمية صح؟ أبو كاظم بس نص صوت التلفزيون لو سمحت. قبل 2003 قبل 2003 كانت حدودك محمية صح يا أبو كاظم؟ بالضبط. أنت اليوم بالبصرة، البصرة واحدة من أكثر المحافظات العراقية بها مخدرات، وهي صارت بوابة لدخول المخدرات من إيران. هذا الكلام كان موجود قبل 2003؟ الأستاذ العزيز قبل كان كلام ما موجود عندنا هذه الأمانة طبعا. تمام. إذا وأنا أشكرك طبعا على صراحتك وصدقك بالطرح. إذا معناها يا أبو نعم. أبو كاظم إحنا كانت عندنا مؤسسة عسكرية حمت حدود البلد وحمت الشعب وبيها مآخذ عليها مآخذ وبيها سلبيات، لكن لما نجي نقارنها بالجيش اليوم هل تجوز المقارنة في ظل الوضع اللي تشوفه أنت اليوم؟ طبعا استاذ محمد الجيش قبل كان يعني اقوى بس يعني النظام السابق يعني شخرين يقول ضعفاء بال انا ما اتكلم عن النظام ابو كاظم ارجوك يعني نحاول بس نفصل صدام حسين نعم. والانظمه اللي حكمت العراق قبله لا تعنينا في شيء، الجيش نعم. العراقي بقى وهم رحلوا، يعني لما كان موجود الجيش الملكيه انتهت وهو موجود، اجت الجمهوريه واختلفوا الرؤساء وهو بقى موجود، احنا ما لنا علاقه بمنو حكم، عندنا لنا علاقه بوضع جيشنا اللي مفروض يحمينا من خطر الميليشيات، يحمينا من المخدرات، يحمينا من الارهاب، مدى نشوفه اليوم موجود. عليك حال استاذ محمد، انا طبعا اشكر هاي القناه المباركه والتفاعل من عندكم مجاني، بارك الله بك. الله يسلمك الله يسلمك، اشكرك شكرا جزيلا ابو كاظم من البصره، وقد يختلف البعض معك فيما طرحته بالجزء الاول من كلامك بخصوص الانتفاضه. هناك وجهات نظر، هناك آراء مختلفة بهذا الخصوص، هذا أمر آخر، لكن يبقى الوضع ويبقى السؤال المطروح هو هل الجيش الموجود اليوم جيش سور للوطن؟ لما طلعوا المتظاهرين بتشرين وناشدوا هذا الجيش اللي ما استجاب لهذه المناشدات يا جيش يا سور الوطن لا تصير ويا الظالم، وللآن لا يزال هذا الجيش يقف مع الظالم ضد المظلوم من أبناء الشعب. خلونا نشوف هذا التقرير مشاهدينا الكرام للميليشيات اللي على كعبها فوق المؤسسة العسكرية بالعراق بعد 2003، اللي كانت السبب بتدمير المؤسسة العسكرية، اللي قيادات هاي الميليشيات وأخص بالذكر الحشد طبعا اللي قال في وقتها هادي العامري نحن الآن قوة تضاهي القوة العسكرية الموجودة في العراق الرسمية، في احتفال تأسيس الحشد في إحدى السنوات الماضية. الحشد سوى مناورات بحرية مع قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني قبل يومين أو ثلاثة من ذكرى تأسيس الجيش العراقي. المفروض الجيش اللي يسوي المناورات، لا احنا عندنا الميليشيات هي اللي تسوي المناورات. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع. ميليشيات الحشد تشكيل أسس بفتوى كفائية، قيل إنها ستحل فور الانتفاء من الحاجة إليها رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش منذ سنوات والذي شكلت لأجل محاربته حسب ما قيل. يرفض زعماء الميليشيات تهمة ولاء الحشد لإيران، إلا أن ممارساته تؤكد أنه يمثل نسخة لقوات الباسج الإيرانية في العراق وفقا لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. فبالتزامن مع استعراض الجيش في ذكرى تأسيسه 300، نظمت ميليشيات الحشد مناورات مشتركة مع الحرس الثوري الإيراني في مياه شط العرب، عرض عسكري قال مهدي هاشمي قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري إنه يوم عظيم لما سماها بجبهة المقاومة، الهدف منه تحرير القدس حسب قوله،
رغم تأكيد إيران رسميا أنها لا ترغب بحرب مع أمريكا وإسرائيل وستدعم معركة طوفان الأقصى دبلوماسيا فقط. استعراض بإعلام إيرانية وصور لسليماني فوق منطقة الفاو جنوبي البصرة، تلك الأرض التي قاتل الجيش العراقي السابق ببسالة لتحريرها من الاحتلال الإيراني في نيسان من عام 1988 بمعركة شكلت بداية نهاية حرب امتدت لثمان سنوات قبل أن يعلن الخميني تجرعه السم لاضطراره القبول بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار. في الطرف الآخر، وضمن مشاركة ميليشيا الحشد باستعراض الجيش في بغداد، سخر آمر اللواء الثالث في ميليشيا الحشد شاكر محمود الملقب أبو تراب التميمي، سخر من قوات الجيش واصفا إياها بأنها لا تجيد سوى الاستعراض وأن الحشد هو الأقوى والأبقى. القوات اللي وياكم اللي راح تستعرض بمثلكم هي شغلها بس شنو؟ بس استعراض. من سنة لسنة هي شغلها بس شنو؟ بس استعراض. بس أنتم تشتغلون كل شيء. نحو 70 ميليشيا تتحكم بالعراق، معظم زعمائها يعلنون ولائهم لنظام ولاية الفقيه في طهران، ولا تجد حكومة السودان حرجا من توجهاتها العابرة للحدود، رغم تأكيد وزير الخارجية فؤاد حسين أن جزء من فصائل الحشد تتحرك خارج إطار الدولة، ولكن جزء آخر يتحركون خارج هذا الإطار، فهنا لدينا مشكلة في التواصل. فصائل وأذرع ليست سوى أوراق ضغط تستخدمها إيران عند الحاجة، تسير تحركاتها وفق حسابات دقيقة دون تجاوز الخطوط الحمراء مع أمريكا وإسرائيل بحسب موقع لوفير الأمريكي. سمعت كلام أبو تراب التميمي أحد زعماء الميليشيات المنضوية ضمن ما يعرف بالحشد التابع للقائد العام للقوات المسلحة، يتكلم ويقول الجيش الموجود هاي القوات، طبعا هو ما ذكر اسم الجيش حتى لا تنحسب عليه، ذكر بأن القوات اللي وياكم وظيفتها من سنة لسنة تستعرض، وهذا اللي وصلوا إليه المؤسسة العسكرية مشاهدينا الكرام بالعراق اللي صارت بعد 2003 تأسست هزيلة ضعيفة يقودها أبو تراب وغير أبو تراب، وهم اللي لهم اليد العليا وهم لهم الكعب الأعلى من هاي المؤسسة العسكرية. وذكرها هذه العاملة قبل مثل ما قلت بأنه الآن يمتلك الحشد تسليح وقوة عسكرية تضاهي ما يمتلك الجيش، هذا الكلام قبل 4-5 سنوات إذا مو أكثر شوية. شنو وضع الحشد اليوم بهذه المليارات التي تخصص له كل سنة من ميزانية الدولة وكنفقات سرية ضمن بنود مصاريف أو نفقات سرية ما نعرف شنو معناها، زائد التجهيزات اللي تعطى إليه من قبل وزارة الدفاع، تجهيزات العسكرية وغيرها كلها على حساب الدولة، صارت مؤسسة عندها أسلحة متطورة، عندها طيارات مسيرة، والجيش في حالة رديئة سيئة وتسير نحو انحدار أكثر بسبب الإهمال المتعمد لهذه المؤسسة وعدم الاكتراث لمنتسبيها وضباطها، بل بالعكس يعني الموضوع صار فوضى بحيث الضابط ولا أهم شيء يكون لزعيم الميليشيا الفلاني حتى يضمن البقاء في المنصب والحصول أو الترفع لرتبة أعلى، تمام، والحصول على امتيازات من الوظيفة اللي دي يتقاضى منها الراتب الفلاني. ماكو ولاء للوطن، ماكو ولاء للشعب، ماكو ولاء لهذا البلد لتخليصه من أخطار الإرهاب والميليشيات والمخدرات والفاسدين، ماكو. عندنا رسالة من السيد محمد الأحمد من الديوانية يقول تحية لجنابكم أستاذ محمد والقناة الرافدين الغراء قناة الشعب، أحب أن أهنئ من خلال برنامجكم الموقر الجيش العراقي الوطني الباسل في ذكرى مئوية تأسيسه، وأخص بالذكر كل منتسبي كتيبة دبابات إشبيلية البطلة اللي سطرت الملاحم في القادسية العظيمة. شكرا محمد الأحمد من الديوانية، أشكر حضرتك. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني قبل أن نختم نقول بأنه الوضع الآن في العراق من الناحية الأمنية من سيء إلى أسوأ بفضل الاحتلال الأمريكي اللي أسس هذه المؤسسة الطائفية اللي تسمى الجيش باعتراف عثمان الغانمي، باعتراف كثير من الشخصيات اللي داخل الحكومة وخارج الحكومة اللي أكدت بأنه اللي تم تأسيسه بعد 2003 مجموعة من الضباط الدمج واللي هم كانوا زعماء أو قيادات بالميليشيات أو أفراد دخلوا إلى المؤسسة العسكرية ولاءهم للغير
لا يوجد ولاء للوطن، لا توجد عقيدة قتالية لهذا الجيش، والدليل انهار أمام داعش في مدينة الموصل وضيع ثلث العراق بيد داعش وما قدروا يحرروه إلا بفضل المؤامرة طبعا اللي صارت على هذا البلد بتأسيس الحشد والإتيان بالتحالف الدولي. وهاي المسرحية اللي شفتوها، مكانك وجيش يحمي البلد من خطر الإرهاب ويقضي على الميليشيات في الداخل ويحميه من خطر إيران وغير إيران ويحميه من خطر المخدرات وغيرها. لا، اليوم عندنا هذا المولود الهجين القبيح اللي أسس الاحتلال بعد 2003. أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.